معمل النجارة هو واحدة من وحدات شعبة الآلية التابعة لمديرية بلدية الموصل. معمل النجارة بدأ يقدم فعالياته وإنتاجه من بعد عام 2017. بلدية الموصل تسير بخطى ثابتة وواضحة وتسعى إلى تحقيق الإمكانيات اللي توفر الراحة للمواطن بالإمكانيات المتاحة والموجودة. معمل النجارة كان سابقا تابع للإدارة المحلية محافظة نينوى بالسبعينات، ثم ألحق البلدية الموصل سنة 1990. المعمل مكانه قديمة من جيل السبعينات. استطعنا بعد أحداث 2017 اللي مرت على المدينة أنه نأهل المكان بالطاقة والإمكانيات المحدودة اللي عندنا. بدأنا بتجهيز قطاعات والشعب البلدية اللي هي تتضمن 10 قطاعات بلدية، ما يقارب من 30 وحدة بلدية، كل قطاع يعتبر بلدية متكاملة. معمل النجار أخذ على عاتقه تأثيث البلدية بكل شعبها ووحداتها وقطاعاتها، 10 قطاعات إضافة إلى المديرية المقر الأول، إضافة إلى المقر الثاني، وعلى هامش معمل النجارة الروتينية بتصنيع الأثاث المكتبي، بدينا نصنع الأكواخ التراثية اللي هي يعني تحاكي الطراز العباسي كإضافة جمالية لمدينة الموصل، وهذه الأعمال على هامش أعمالنا، وتكلفتها فقط تكلفة المواد الأولية، أما الجهد فهو جهد عمالنا ونجارينا. العمال الموجودين بالمعمل ما يتجاوزون 20 موظف عقد على دائمي، وهذول العمال أنتجوا الآلاف من قطع الأثاث المكتبي مثل ما أشرت أنه جهزنا بها 10 قطاعات بلدية إضافة إلى الدائرة الرئيسية إضافة إلى المقر الثاني، وكذلك تعاون عندنا مع بقية الدوائر في حال احتياجهم، نجهز المناضد، الدواليب، الكراسي، نجهز أطخم الديوان لكل شعب وقطاعات البلدية. وإضافة إلى اللمسات اللي حاليا نعمل بها واكبنا عليها هي تأهيل المنتزهات المصاطب في جانبي المدينة الأيمن والأيسر. حاليا نحن صنعنا 10 أكواخ بإمكانياتنا المحدودة وفقط بتكلفة المواد الأولية. هذا راح تتوزع على جانبي المدينة حسب توجيه الأستاذ عبد الستار الحبو، السيد المعاون الفني، السيد المعاون الإداري، السيد مدير شعبة الآلية، راح يتوزعون بالتساوي على جانبي المدينة الأيمن والأيسر، وإن شاء الله احنا ما ننسى الطموح ضمن الإمكانيات المتوفرة حاليا.